اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقره الصحافه في الحياه في مصر. النهارده فقرتنا فيها احداث كتيره جدا ومتنوعه. الحقيقه انها اهتمت بالصحافه المصريه وايضا العالميه. من ابرزها نشاط الرئاسه والحكومه، وده لمناقشه قضايا المواطنين وتطوير قطاع شركات الاعمال الهام، وده ملف مهم جدا. ده بالاضافه طبعا الى نكسه المنتخب المصري ورجوعه بصفر المونديال. ده غير التقارير المصورة والأخبار الرياضية وأيضا كأس العالم وردود الأفعال اللي الظاهر هتستمر معانا فترة طويلة كده بسبب فضيحة المونديال. تعالوا نبدأ فقرتنا بأهم وأبرز ما جاء من عناوين ومنشتات بكرة إن شاء الله، وده يوم الأربعاء 27 يونيو. أبرز المنشتات الرئيسية والمتكررة في معظم الجرائد الحقيقة عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام. هنبدأها مع حضراتكم بجريدة الأخبار. حلول جذرية لمشاكل شركات قطاع الأعمال العام. الحقيقه ان المانشيت ده كان يعني تم ابرازه في اكثر من يعني جريده الحقيقه، إن بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام. وابرز الخبر ايضا توجيهات الرئيس بضروره اصلاح وهيكله شركات الاعمال وحصر اصولها وايجاد ايضا حلول لمشاكلها وتنفيذ خطه المدن الصناعيه الجديده. جريدة الوطن أيضا كان فيها نفس المنشط، تكليفات رئاسية بإصلاح شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وتنفيذ خطط المدن الصناعية. طبعا تصريحات وزير قطاع الأعمال حول أهمية الاستعانة بالخبرات اللازمة لدعم شركات القطاع المتعثرة وتحسين إدارة استثمارات الدولة. جريدة الشروق برضو نفس المنشط وأبرزت نفس هذا الموضوع، وهو لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منه وطبعا إعادة هيكلة شركات القطاع العام. الدستور برضو أيضا أبرزت نفس تصريحات الرئيس السيسي وتوجيهاته وتجديد على حصر أصول شركات قطاع الأعمال العام. اليوم السابع برضو كان عندها نفس التصريحات ولكن عن لقاء وزيرة الاستثمار وعن العلاقات الثنائية ما بين مصر وفرنسا، وأكدت أن في علاقات قوية جدا ما بين مصر وفرنسا وتقدر بآلاف أو بمليارات. اليوم السابع أيضا وما إلى أخبار الحكومة، عندنا خبر في الصفحة الثانية من جريدة اليوم السابع أبرزت أيضا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهشام توفيق ووزير قطاع الأعمال، اللي عرض على الرئيس خطة عمل الوزارة وإعادة الهيكلة والتطوير. مستمرين معكم برضو في المنشتات اللي صدرت في الصحف الأولى وإلى برضو جريدة اليوم السابع، وأبرز منشت الصفحة الأولى برضو تصريحات السيد عطلة رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، واللي قال فيها إن تم رفع استثناء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة السنة اللي جاية من بند التوزيع والمصروفات، وده من 600 إلى 900 طالب و50 طالب من الدبلومات الفنية. طبعا حول ظاهرة بقى السماسرة المنتشرة قدام مكاتب التنسيق لاستغلال الطلاب، ده كان اتكلم فيه الأستاذ عطلة انه تقرر مخاطبة وزارة الداخلية للعمل على تأمين هذه المكاتب بكل حزم وقوة.
ومن أخبار الحكومة أيضا في الصحف غدا يوم السابع في خبر مهم جدا عن اجتماع رئيس الوزراء مع الوزراء وتحديدا وزير الزراعة والري، يشدد على ضرورة التزام المزارعين بالمساحات المحددة للأرز. وطبعا عرض وزير الري خلال اللقاء تقرير مهم جدا عن إجراءات الوزارة للحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك. الموضوع ده طبيعي ومهم جدا علشان الفلاحين في مصر، يا ريت الحكومة برضو تراعيهم من غير ما تمس أو تتجاوز الفلاحين في استهلاك في المية، لأن المية بقت حاجة مهمة جدا عندنا. المية هي الحياة بعد كل اللي بيحصل في العالم بسبب المية. جريدة الأخبار بقى نروح لأبرز ما جاء فيها حول اعتزام الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، وده يوم الاثنين القادم إن شاء الله. جت التصريحات دي برضو يعني من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش لقائه بوزيري الري والزراعة. جريدة الوفد برضو من المنشطات الهامة اللي كانت موجودة معاها بكرة إن شاء الله، التقديرات الجزافية لاستهلاك الكهرباء مرفوضة. ده اللي قاله محمد شاكر وزير الكهرباء، قال إن التقديرات الجزافية لاستهلاك الكهرباء مرفوضة، وشدد على ضرورة التأكد من دقة قراءات استهلاك المواطنين وضرورة البعد برضو عن التقديرات الجزافية. والتصريحات دي خلال اجتماع وزير الكهرباء مع المهندس حمدي عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ضمن لقاءات رؤساء الشركات. مستمرين معكم برضو في جريدة الوفد، وكان فيها خبر مهم جدا وهو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خبر حول قرار له بإنابة الوزراء للقيام بأعمال الغائبين من زملائهم. وفي خبر آخر برضو تصريحات مهمة جدا لوزير الداخلية حذر فيه تجار الجشعين من محاولات رفع الأسعار، وطالب بإحكام الرقابة على الطرق واستمرار الحملات لضبط مرتكب الأنشطة الإجرامية، وشدد أيضا على مراجعة المنظومة الأمنية لتطوير مفهوم رد العناصر الإرهابية. ننتقل مرة أخرى اليوم السابع، وكان فيها خبر مهم جدا إن وزارة النقل بتستعد لطرح مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة لأول قطر سريع في مصر من العين السخنة للعالمين. ننتقل لملف مهم جدا وهو ملف التعليم، وده في فقرتنا الصحفية اللي اهتمت بجريدة جريدة الشروق تحديدا. استمرار امتحانات الثانوية العامة ليوم 30 يونيو، وده بيعتبر أجازة للحكومة والقطاع الخاص. كمان في الشروق هتقرأ خبر مهم جدا، يعني الحد الجاي إن شاء الله هيبقى في امتحان للثانوية العامة برغم أنه هو أجازة رسمية، وده حول إطلاق برنامج تعليمي يشمل برنامج تعليمي قومي بنك أسئلة ونموذج تصحيح، هينطلق في سبتمبر المقبل. أما عن الدستور، كان في تصريحات لوزير التربية والتعليم خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الرابع لتعليم العلوم والتكنولوجيا، أكد فيه أنه هيتم تحويل الكتاب المدرسي إلى النظام الرقمي. المصري اليوم أيضا اهتمت الجريدة بتصريحات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، واللي أكد فيها استمرار الامتحانات يوم 30 يونيو، وده الحد المقبل اللي بيعتبر أجازة رسمية. قال حجازي في سياق آخر أن نموذج إجابة الأحياء صحيح وغير محتاج أي تعديل.
من الأخبار برضو اللي يعني بنسمعها كل شوية علشان أو بنتمنى نسمعها كل شوية بقى، اللي هم إيه يعني خونة للبلد، خبر إدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زويبع و187 متهم آخرين من المنتمين للجماعات الإرهابية على قوائم الإرهابيين في المعروفة إعلاميا يعني بطلائع حسب. وده طبعا آخر حاجة، دول يستاهلوا أكتر من كده، كفاية إن هم يعني بيعملوا ضد البلد وبيحرضوا على يعني على توقيع مصر اللي عمرها ما هتقع بإذن الله بفضل شعبها وجيشها الواعي وشرطتها. الخبر ده منشور في جرايد كتيرة جدا منها اليوم السابع، بيقول إدراج 187 متهما من طلائع حسم على قوائم الإرهاب، وده بحسب قرار محكمة الجنايات دايرة النهاردة واللي عقدت جلستها برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وقال فيها إن القرار تضمن 26 متهما باللجنة الإعلامية، أبرزهم طبعا زويبع وناصر والناس اللي احنا بنشوفها كتيرا، وطبعا نشر أخبار كاذبة. في الأخبار أيضا منشور في الصفحة الثالثة بيقول إن وجدي غنيم مدرج أيضا بين المتهمين. الأخبار اهتمت برضو صحف بكرة بخبر القبض على رئيس حي الدقي متلبس برشوة 250,000 جنيه. جريدة الوطن أيضا اهتمت بهذا الخبر وقالت أن الرقابة الإدارية قبضت على اللواء نادر سعيد رئيس حي الدقي وصاحبي شركة مقاولات ومحامي متلبسين بالتفاوض على رشوة قدرها 250,000 جنيه. حاجة بصراحة يعني تكسف، 250,000 جنيه وكل يوم رشوة في وزارة التموين ووحدة سكنية قيمتها 2 مليون، أرقام هزيلة يعني، يعني خسارة يقع فيها لواءات وناس كبيرة بالاسم. الحقيقة أن الدستور أكد تحقيقات نيابة الأموال العامة برضو بشمال الجيزة التحفظ على ممتلكات المتهمين وإحالة تسجيلات الرقابة الإدارية إلى لجنة الإذاعة والتلفزيون لتفريغ مضمونها وأخذ عينة من بصمات أصوات المتهمين ومطابقتها باللي موجود، وقررت كمان التحفظ على جميع المستندات المضبوطة مع رئيس الحي وفحصها وتشكيل لجنة لمراجعة القرارات الأخيرة. الأخبار والوفد كمان اهتموا بنشر الخبر الخاص بالقبض على رئيس الحي وأبرز دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد. جريدة الوفد صدر عنها خبر استقالة لجنة الدراما للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة المخرج محمد فاضل، وقبل الأستاذ مكرم محمد أحمد الاستقالة لأن اللجنة تعمل في إطار المجلس، لكن محدش عارف السبب إيه حتى الآن. يمكن خلال الأيام المقبلة إن شاء الله نعرف إيه سبب الاستقالة أو التقدم إلى الاستقالة. أخبار الرياضة بقى، يعني قد إيه أنا كنت حزينة امبارح جدا من خسارة المنتخب المصري الحقيقة قدام المنتخب السعودي، يعني مش هقول بقى خروج من مونديال كأس العالم لأن كده كده كان خير، يعني كنت منفعلة جدا وأنا على الهواء مباشرة مع حضراتكم، ولكن أصابني الحزن أكثر بقى لما لقيت مشهد الجمهور بيطارد أتوبيس اللاعبين في روسيا. بجد كان منظر غير لائق، يعني يعني ما راعوش بقى حزن اللاعبين اللي اكيد طبعا كانوا حابين ان هم يتاهلوا، وهم ما لهمش اي ذنب في خطه هكتور كوبر اللي حطها في الدفاع. بس برضو يعني من ناحيه ثانيه من الصعب وقت الفوز او الخساره انك تطالب جمهور بالهدوء، يعني قدر العشم بيكون الغضب. والصراحه يعني احنا كمصريين كنا عشمانين جدا جدا جدا، يعني انا عن نفسي مش مجنونه كره قدم ولكن اصبت بالذهول والحزن امبارح، فما بالكم بقى بناس سافرت وممكن تكون صرفت كل ما تملك علشان تروح تساند منتخبنا القومي. يعني بينضم الينا عبر الهاتف نائب رضوان الزيات وكيل لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب، تحياتي لحضرتك سياده النائب. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. لجنه الشباب والرياضه امبارح او النهارده تحديدا طلعت بيان، يعني يعني لجنه تقصي حقائق يا فندم. شوف حضرتك، طبعا هو اللي حصل من منتخب مصر واتحاد الكره طبعا شيء احزن الجميع، طبعا اداء هزيل، نتائج متواضعه، يعني ما حدش كان يتوقع ابدا كده برغم ان الظروف كلها كانت مهيئه ان احنا نعمل مونديال كويس. اتحاد الكره طبعا تعامل مع ملف كاس العالم ببدائيه شديده وب يعني
بعدم احترافيه. يعني احنا ناس وصلنا كاس عالم ورايحين كاس عالم، يعني المفروض كنا نتعامل مع هذا الملف باحترافيه كبيره يعني، لكن للاسف اخطاء اداريه قاتله واخطاء فنيه في الملعب من المدير الفني، واخطاء اداريه خلافات داخل مجلس اداره الاتحاد، مجدي عبد الغني بيروح يعتدي على عمال مخازن الملابس، واتحاد الكوره ومهني ابو ريده بيستبعده من رئاسه البعثه. طيب تحديدا يعني انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا سياده النائب. نعم. حضرتك نعم. اتكلمت في نقطه مهمه جدا، وهي ان الكابتن مجدي عبد الغني يعني تم استبعاده من اداره المعسكر، وهدد ان هو ممكن كان يقول نائب رئيس البعثه، كان نائب رئيس البعثه وتم تمام. استبعاده من وهدد ان هو ممكن ان هو يكشف المستور. واحنا بقى يعني نكشف المستور ديت يعني، هو طب هو كان ساكت ليه يعني؟ مش لما يحصل معاه مشكله هو يتكلم؟ طب هو لما كان في مستور وساكت عليه كان ساكت عليه ليه؟ المفروض يعني الانسان ما يسيبش مستور يسكت عليه، يعني المفروض لما يكون في مشكله او في حاجه غير يعني في مشكله او في اخطاء داخل الاتحاد المفروض هو يحتج عليها ويعلنها. طب سيادة النائب يعني مشكله هو يروح يعمل مشكله، عاوز ياخد لبس او بيفرقوا لبس او بيقسموا لبس مع بعض كده او حاجه كده، طب هو كان فين؟ طب سيادة يعني النائب برضو سؤال يعني سؤال الاخطاء اللي موجوده داخل الاتحاد. طب عفوا سيادة النائب، تمام عفوا سيادة النائب، لكن برضو سؤال يعني يعني محتاج 100 مليون مصري يفهمه. ليه المنتخب كان مقيم في فندق في جروزني اللي بيبعد عن الاستاد او المباراه 5300 ميل؟ يعني الكابتن طلع بيان بيقول ان هذا الموقع كان من المواقع اللي كان محدده كاس العالم الاتحاد الدولي الفيفا لاقامه الفرق بتاعه كاس العالم. طب انتوا ليه اخترتوا هو يعني احد التبريرات للاسف تبريرات غير منطقيه وغير مقبوله. يعني اقول لك اصل ايه جنب الفندق في ملعب عشان التدريب، يعني ده مبرر يعني. وبرضه تبرير اخر يقول لك اصل دي دوله يعني مسلمه والحياه فيها والطبيعه فيها اكيد يعني كلنا محتاجين نفهم ايه الاسباب. بنشكر سياده النائب رضوان الزياتي وكيل لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب. وصلنا مع حضراتكم بقى الى ابرز ما اتى في الصحف العالميه، عناوين كثيره الموضوعات هامه في الصحف العالميه فيما يخص الشان العربي والعالمي. عملنا جوله في ابرز عناوين الصحف العالميه في التقرير اللي جاي نتابع. حرص برنامج الحياة في مصر على رصد أبرز ما جاء في الصحف العالمية والعربية. نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية خبراً تحت عنوان صلاح يضع مصر في المقدمة لكن السعودية تفوز في الوقت القاتل. وقالت الصحيفة أنه كالعادة صلاح رجل ليفربول يسجل لمصر بطريقة رائعة لكن يحتفل بطريقة كئيبة للغاية، ربما لأنه مودع المونديال بالفعل. وواصلت الصحيفة السعودية أهدرت ركلة جزاء أمام حارس مرمى مصر الحديدي الذي أصبح الأكبر سنا في كأس العالم. علقت الصحف العالمية على نبأ فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت بمزيج من الصدمة والاستنكار من ناحية والخوف على مصير الشعب التركي من ناحية أخرى، حيث تصدرت الصور الساخرة غلاف أبرز المجلات العالمية، كما نشرت إصدارات أخرى صوراً للرئيس التركي أظهرته بمظهر الشيطان الغاضب، فجاء غلاف مجلة ستيرن مكذباً لنتائج انتخابات أردوغان. وفي افتتاحية مجلة لوبوينت الفرنسية وصفت الرئيس التركي بعد فوزه في الانتخابات بالديكتاتور. ومن مجلة لوبوينت الفرنسية إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت مقالا لمحرر شؤون البيئة ديميان كارينغتون بعنوان الكاميرات الطائرة تستطيع التعرف على رقعة انتشار الأمراض القاتلة لأشجار الزيتون حول العالم، فأشجار الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى تصيبها أمراضا فتاكة، ويمكن الآن التعرف على هذه الأمراض في مراحل مبكرة قبل أن تظهر الأعراض للعين البشرية المجردة، وذلك عبر نشر كاميرات طائرة تصور الأشجار بأشعة دون صيفية وتتعرف على الأشجار المصابة، ما يتيح بدء العلاج بشكل مبكر.
وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت خبرا بعنوان ترامب يطالب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، حيث دعا إلى مزيد من الحزم في هذا الملف ملمحا إلى إمكانية طرد المهاجرين بصورة غير شرعية دون رفع ملفاتهم إلى القضاء. وكتب على تويتر: لا يمكن أن نسمح لهؤلاء الأشخاص باجتياح بلادنا، حين يدخل أحد علينا طرده فورا دون قضاء أو قرارات قضائية إلى المكان الذي قدم منه. يعني طبعا بهذا التقرير نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الصحفية في برنامج الحياة في مصر. نشوف حضراتكم بكرة بإذن الله في أحسن حال وتغطية جديدة لأهم وأبرز ما جاء في الصحف. سلام عليكم.